احنا علاقتنا بالمغرب جميله جدا، واحنا لما كنا بنروح نبقى عايزين نروح او عندنا فرصه هنلعب في المغرب معاكم بنبقى مبسوطين جدا. الحقيقه الناس في منتهى الحفاوه بينا واحنا بنحبهم والشعبين بيحبوا بعض جدا يعني. المغرب او شمال افريقيا عموما. بما انك بتتكلم عن الجمهور معلش يا كابتن عشان كل شويه بتجيلنا فيديوهات ممكن نسمع صوت الجمهور. انا عارف ان انتوا تحبوا حاجه زي دي، تحبوا نسمع صوت الجمهور. اتفضل يا حاجات بتحركنا كلنا طبعا. الاهلي في اي مكان عيد. انا باخد الكلام اللي بيقوله كابتن شريف واطلع اقول انا كمشاهد مش طبعًا. مش كلاعب بس يعني طبعا ولاعيبه حاسه لما احنا كنا بنسمع الحاجات دي في ودننا بتدينا طاقه وبننسى اي مشاكل بتبقى حوالينا يعني. حاجه جميله جدا يعني. احنا كلنا كابتن حشيش بننتظر دائما هم دول اللي احنا يعني كل واحد بيلعب حاجه في الملعب بيبذل عرق في الملعب عشان خاطر الناس دي. بص كابتن اسلام يعني ان شاء الله انا متفائل بكره لان الاحداث دي اول مره تحصل نشوف نهائي افريقيا تسبقه الاحداث الكبيره دي والضغوطات على النادي الاهلي والظلم اللي واقع على النادي الاهلي. احنا كلنا لعيبه كوره قاعده بنتخيل لو احنا هناك في المغرب وسمعنا من قبل ما نسافر كل المشاكل وكل الحاجات اللي بتتعمل في النادي بتاعنا ونازلين بكره نلعب هيبقى شكلنا عامل ازاي. بترجم الكلام ده كله بستنفر الهمم دي بتزودني تحدي واصرار وحماس ورجوله ان دي 90 دقيقه ان انا ادوس على الضغوطات اللي فاتت دي كلها واحقق للنادي الاهلي. بشوف اهتمام مجلس اداره النادي الاهلي ازاي الناس بتحاول تحل او يعني تذلل العقبات بتاع اللي احنا بنشوفها واللي كل شويه لغايه النهارده ليله المباراه بتطلع لسه عقبات ثانيه وحاجات ثانيه. فكل ده صدقني بيزود اصرار اللعيبه في الملعب وان شاء الله باذن الله اللعيبه يبقى عندها ثقه كبيره جدا اولا في انفسهم، ثقه كبيره في النادي الاهلي وفي تاريخ النادي الاهلي في مجلس اداره النادي الاهلي في جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يبقى موجود. واذا كانوا 5 أو 10 هيبقوا مسافه 30 مليون ان شاء الله باذن الله بيأزروا الفرقه بكره ان شاء الله.